شيرين مجدي تنضم إلينا من مسجد آسيا بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة. شيرين أهلا بك مجددا، حدثينا هذه المرة عن يعني جهود الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف في مديرية أوقاف القاهرة في إعمار المساجد وإحلال وتجديد وبناء المساجد في المحافظة، تفضلي. بالفعل من داخل مسجد السيدة آسيا بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الذي تم افتتاحه اليوم وإقامة أول صلاة جمعة به. هذا المسجد الذي يأتي واحدا من ضمن 130 مسجدا تم افتتاحهم اليوم، هذا المسجد يأتي بالجهود الذاتية، تم بناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بتقارب 8 ملايين جنيه. يعني دعونا نلقي نظرة على المسجد. هذا المسجد بيتميز ببناء معماري مميز بيضاهي مسجد الأزهر ومسجد عمرو بن العاص من حيث التصميم والشكل البنائي له. تم تزيين الجدران من الخارج بمجموعة من الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية، وبيوجد بالخارج ساحة لإقامة الصلاة ومجموعة من المساحات الخضراء الواسعة في خارج المسجد، حيث يقام هذا المسجد على مساحة 5000 متر مربع، وصحن المسجد وحده 1200 متر مربع، وبيساع من 800 ل 1000 مصلي تقريبا. هذا المسجد بيضم كما توضح الصوره من خلفي 3 قاعات مناسبات، وفي هذه الجهه قاعه للدروس. لكن دعونا ناخذكم في جوله من داخل المسجد تحديدا الذي نلقي فيه الضوء اكثر عن تصميمه الداخلي. لكن في البدايه دعوني اوضح، هنا يوجد مجموعه من الصناديق لكي يتمكن المصلين فيها من وضع الاحذيه الخاصه بهم، وبها مفاتيح خاصه لكل مصلي لضمان الأمان. كما بتنتشر هنا كما توضح على الحوائط مجموعة من الإرشادات الخاصة يعني كإجراء احترازي لموجة انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي وإحضار المصلية الشخصية وعدم المصافحة. دعونا ندخل إلى المسجد ونقرب لكم الصورة أكثر. المسجد بالكامل مفروش بالسجاد، بيوجد كما توضح الصورة معنا مجموعة من المقاعد، عدد كبير من المقاعد لكبار السن لمساعدتهم في أداء الصلاة كما توضح الصورة معنا. بيوجد أيضا عدد كبير من المصاحف لمساعدة المصلين في قراءة القرآن. المسجد بصفة عامة كما توضح الصورة معنا من السقف متكون من 21 نجفة متعددة الطوابق، كما يوجد بها أيضا 4 مشكوات مختلفة بتزين شكل المسجد، حيث يتميز هذا المسجد بالبناء المعماري المميز والطراز الإسلامي الفريد الذي وفر روح يعني طيبة لأداء العبادة من الداخل. التصميم هو أكثر ما يميز هذا المسجد، كما بيوجد به أيضا مصلى للسيدات كما توضح الصورة من خلفي من هنا، وأيضا بتنتشر كما ذكرنا المصاحف في كافة أرجاء المسجد. أيضا هذا المسجد ملحق به مبنى خاص للوضوء لكنه مغلق في هذه اللحظات، حيث من ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. رصدنا صلاة الجمعة وهي أول صلاة بتقام في هذا المسجد، وتم الالتزام من جانب المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية، بالعودة إليك هما مرة أخرى. شيرين على هذه الجولة داخل هذا المسجد الرائع الذي أقامته وزارة الأوقاف في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، شكرا لك، وسنواصل متابعة مراسلين مشاهدينا الأعزاء.